أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الابن فقيرا فهل يجوز للأب إعطاءه دون إخوته الأغنياء؟ إذا كان الابن إذا أعطاه لفقره فلا بأس، لأن هذا يعتبر من النفقة. الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده الفقير والمحتاج، إذا أعطاه لفقره فلا بأس بذلك، لأنه ما أعطاه شيء دون إخوته إلا لموجب وهو الفقر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.